بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في دورة مايكروسوفت إكسل، ونجي لدرس مهم جدا اللي هو تغيير أبعاد الخلايا في مايكروسوفت إكسل. طيب، دايرين نزيد أو نقلل حجم الخلية في مايكروسوفت إكسل؟ طيب، عندنا هنا مثلا في الخلية الأولى هنا A1 فيها مكتوب monthly budget، هي تبدو انه ماخذة خليتين لكن هي في خلية واحدة هنا. طيب، عشان انا ازيد حجم الخلية او اخلي الكتابة في خلية واحدة كده، طيب من monthly budget كده خلينا نجي هنا للخلية A7 اللي هي credit card، والخلية برضو ما شايلها. بعمل شنو عشان اجي اوسع الخلية، اخلي الكتابة تكون داخل الخلية؟ بعمل شنو؟ بجي بين خليتين هنا، بلاحظ لحد شكل المؤشر يتغير معاي بالطريقة دي، بضغط واسحب، شايفين كده؟ بكون وسعت الخلية دي او حجمها الويدث بتاعها زاد. طيب، شنو لو انا مثلا داير يعني اوسع خلايا كتيرة جدا، يعني ما بجي بقف بين بي وسي واوسع دي، وبين سي ودي واوسع دي، وانا ماشي وتبقى عندي الحكاية طويلة وجايطة. في طريقة سهلة جدا، بجي مثلا اختار من الكولوم هيدر مثلا الثلاثة ديل، فقط في اي حتة داخل الخلايا اللي انا مختارة او الخلايا المظللة دي بين اي خليتين، بجي اسحب بلقى الثلاثة خلايا كلها احجامها بقت واحدة. سي كانت 1000 خلية كلها بتبقى احجامها واحدة، انا ضربت مثال بالثلاثة ديل فقط. طيب، بالنسبة لمنثلي بادجت انا عندي لها طريقة معينة، مثلا اجي اظلل كل الاعمدة عندي، واجي اعمل شنو؟ اجيب في اي حتة داخل الخلايا المظللة واضغط دبل كليك، شايفين؟ دبل كليك بتعمل لي حاجة اسمها الاوتو فيت، اللي هي بتخلي لي كل خلية او كل خلية تاخد حجم قدر الحاجة المكتوبة جواها، شايفين التوتال هنا؟ لانه الارقام كانت صغيرة كانت الخلية ضيقة. بنفس النظرية لو جيت بس هنا حركة بسيطة سحبتها كده، كل الخلايا بتبقى قدرها واحد، كل الخلايا بتبقى قدرها واحد. طيب، شي تاني، انا مثلا جيت عملت كده للخلية دي، صغرتها، شايفين الحصل في الخلية شنو؟ الحصل انه الفواصل العشرية قلت معاي، يعني قبيل هنا كل ما اوسع كل ما بتزيد عندي الارقام العشرية، كل ما اوسع كل ما بتزيد معاي الارقام العشرية، كل ما اقلل بتقل معاي. طيب، تعال كده نختبر الخلية دي مثلا او العمود ده، نجي نعمل له كده، شايفين الحصل شنو؟ اتحولت عندي الارقام لعلامة الهاشتاج دي. طيب، الهاشتاج بتعني انه الخلية ضيقة، يعني في حاجات جوا لكن الخلية ما بتسع لهم، يعني من هنا ولا قدام انا اي عمود لقيت فوقه علامة الهاشتاج ما علي الا اوسع الخلية، بلقى الارقام او الحاجات الجوا بدأت تظهر، شايفين؟ شايفين؟ طيب، ده كده بالنسبة للأعمدة. أما بالنسبة للصفوف نفس النظرية، مثلا داير أنا أوسع الصف ده، بجي أخد بين صفين وأسحب، بلقى عندي الصف ارتفاعه زاد. طيب، بنفس الطريقة لو داير أزيد ثلاثة أو أربعة صفوف مثلا كده، وأجي أخد في اي محل داخل الحتة اللي انا مظللها واسحب، كل الصفوف بتبقى لي ارتفاعاتها واحدة،
كذلك لو داير كل الشيت بتاعتي او كل الحاجة اللي انا كاتبة، اجي هنا واسحب مثلا، بجي بلقى كل الحاجات بقت بابعاد واحدة. طيب باختصار ده كده الدرس بتاع تغيير ابعاد الخلايا في مايكروسوفت اكسل، وانتظرونا في الدرس الجاي، وما تنسونا من صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.